ليش قوتهم بس على المسلمين؟ يجاهدون على الكفار يا اخي. يا اخي مو بس قوتك على المسلم يا اخي، ليش انت تترك بس حربك على الاسلام الاسلام الاسلام، ويجيني يقول السودان، تكلم عن السودان يا اخواني. لعنة الله على محمد بن زايد، افتح المايك من وقتي. تقدر تلعب محمد بن زايد اللي دعم حمدتي يا خالد؟ انت سوداني، افتح المايك، افتح المايك. لك من اخذ فرصه. ايش رايك محمد بن زايد؟ بس 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 جاوب جاوب وكمل، جاوب وكمل. ايش رايك محمد بن زايد؟ اكمل اللي انا قلت لك، ما في مشكله بعدين. ايش رايك ايش رايك محمد بن زايد اللي يدعم حمدتي بسرعه؟ طيب ما في مشكله، انا بعدين بكمل لك. انا لا 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 لا، خذ 30 ثانيه يلا. لا لا ما اخذ، اخذ عديل بعد كذا اذا خلاص. خذ 30 ثانيه بسرعه، انا بعقب على اسئله، بعقب عشان اوريكم بس النفاق، اوريكم النفاق. والله العلي العظيم ما يقدر ينتقد محمد بن زايد والله، وهو قاعد يقتل اهله في السودان. شوفوا شوفوا هذا السوداني قاعد يقتل اهله محمد بن زايد ويدعم حمدتي، ها؟ هو ما يقدر، هو يطلع يطعن في حمدتي، هذا هذا خالد، ويسميهم كلاب ما ادري ايش يسميهم، وما يقدر يطعن محمد بن زايد. ليه؟ ولي المصروف، هو المصروف من عنده. طيب يقول انت في حديث النبي قال صلى الله عليه واله وسلم قال اعظم الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر. في البث الاخير، وهذا راح انشره ترى شيخ خالد، انا باقي ما نشرته، البث الاخير جاوبناك قلنا لك احنا نعم مو عند سلطان جائر، لكن المشايخ اللي كانوا عند سلطان جائر هل هم رجاجيل؟ انت قلت لا، هذول الخوارج، يعني لا اللي نهوا عن المكر عند الحكام يعجبون خالد، ولا اللي في بريطانيا يعجبون خالد. ايش الكذب هذا؟ بعدين احنا لو ما شفنا القمع والسجون والتنكيل اللي يصير كان جلسنا وانهينا المنكر في السعوديه عند الحاكم، ولكن الحاكم هذا غاشم، يقتل يقتل بالمنشار زي ما قتل جمال خاشقجي، عرفت؟ فاحنا طلعنا حتى نعري نوري للناس من هذا الحاكم. طيب يقول يقول اسامه بن زيد لم ينكر على عثمان في العلن، هو لم ينصح عثمان في العلن، وليس لم ينكر عثمان، لا تدلس على اسامه بن زيد، قال لا انصح عثمان في العلن، والنبي قال من أراد أن ينصح لذي سلطان ينصح فلا يبدي علانية. وبينا لك الفرق في البثوث الأخيرة يا شيخ خالد، أن في فرق بين إنكار المنكر وفي فرق بين النصيحة يا شيخ خالد، في فرق بين النهي عن المنكر وفي فرق بين النصيحة. لما نجي عند أخوي سيف أو أجي عند أخوي حسام أقول له يا حسام أنا ما أنصحك تشتري هذه السيارة، اشتري السيارة الثانية، هذه نصيحة، هذا مو نهي عن منكر، افهم ما تفرق خالد. يا خالد ما في ما في ما, ما في تفرقه، يعني ذو الخويصر اللي يقول للنبي اعدل سويته فينا، احنا اللي نقول محمد بن سلمان، انت ايش ما تفرق شيخ خالد؟ ابوس راسك شيخي، ابوس راسك، شويه عقل بس. طيب نختم نختم. قال ايه الان الان انا سؤالي سؤالي لك، ما رايك في محمد بن زايد؟ لو سمحت يا ديب سوي ميوت، الله يرحم والديه. ما رايك في محمد بن زايد الذي يدعم قوات حميتي؟ وشوفوا الآن كيف راح يدافع عن محمد بن زايد. وربي لو أنت شريف وفعلا أنت تحب تنصر المظلومين، ها، تكلم عن محمد بن زايد ودينه، هذا اللي قاعد يقتل أخوانك في السودان، انتصر لأهلك في السودان وانتصر لدين الله، انتصر يا شيخ خالد. تفضل لك الماي وعلى عجالة، يعني خليه دقيقتين دقيقتين، ما يصير كذا الناس ما راح تمل. طيب يلا. طيب أول حاجة نبدأ بالنقطة بتحتنا، الفرق بين النصيحة وبين محمد بن زايد. محمد بن زايد لا تهرب، مش كده يا اخي، بارك الله فيك. هذا الامر اول حاجه، شوف هذا الامر الحكومه السودانيه لحد الان ما تبينت فيه، رفعت الدلتها. ما انا اكون اتهم لك واضعن في ولاه الامور، وانا في نفس الوقت اقول لا يجوز نصيحه ولاه الامور على العلن، يعني انا خالف المنهج عشان مثلا الشغله بقت علينا، حتى مش لو بقت علينا في السودان، لو بقت علينا في الاسره الصغيره، في نهايه المطاف انا عندي ولي الامر يظل ولي امر، وهذه المساله ما تبين فيها شيء لحد الان، لحد ما يتبين فيها شيء. وبعد ذاك المحكمة العليا التي رفع فيها ملفات السودان بعد ذاك تحكم ويتبين هذه المسألة، بعد ذاك نحن نقول، لكن ما كل من حب ودب وبيقول ساكت، دي نقطة خلاص انتهينا منها. النقطة بتاعت الفرق بين النصيحة وبين إنكار المنكر، أنت الآن ده يعتبر شنو؟ أنت الآن دار تنصح ولاة الأمور ولا دار تنكر عليهم؟ أيهما تريد؟ أنكر أنكر، تريد أن تنكر إنكار عليهم؟ ليس بيننا وبينهم نصح. طيب طيب ما في مشكلة، الإنكار يا أخي بارك الله فيك برضو ما يكون على العلن، أنا بوريك الإنكار كيف. أعظم جهاد كلمة حق عند سلطان جائر، عند دي شنو؟ فيما بينك وبينه، دي عنده عنده في لغة العرب كده، وأدخل أبحث هذا الحديث للعلماء الربانيين الذين فسروا هذا الحديث، كان دار تشوفه للإمام النووي ولا غيره ولا أي إنسان فسر بينفع معك، خش فسر عنده الحديث ده،
شوف عندك عندها تعني شنو؟ هل تعني انك تطلع فيك بس وتنكر على الحاكم؟ يا اخي فرعون الذي ادعى الربوبيه قال للناس انا ربكم الاعلى، الله سبحانه وتعالى ما قال لموسى وهامان اقيفوا في الشوارع او افتحوا لايف في التيك توك وانكروا على فرعون. الله سبحانه وتعالى قال فاذهبا اليه، اذهبا اليه داخل جوا عنده في قصره فقولا له قولا لينا لعله يتزكى. ليس اليه، فاذهبا الى فرعون. اخطأت في الآية. أي ما في مشكلة، فاذهبا إليه إلى فرعون وقولا له إلى فرعون أنه طلب. أيوة في عدة آيات، الآية اللي أنا قريتها لك برضو صحيحة لكن ما داير نتوقف فيه. أنا أنت بتصلح في سورة النازعات وأنا بقرأ لك من سورة يونس، لكن ما علينا. حسيت أنت الآن فهمت نحن المقصد اللي هو دايرني من الآية إنه ذهبا إلى فرعون، ما قال أنكروا عليه من على الطرقات ولا من على الشوارع ولا من على اللايفات، ده ما ينكر، ده ما إنكار. الإمام الشافعي قال من نصح أخاه سرا فقد نصحه وأزانه، ومن نصحه علانية فقد فضحه وأشانه. ده إذا كان النصيحة للإنسان العادي. أسأل عن أنت صالح ده، بعض الناس بيجيك بحساب صغير ما بترضى هنا يطلع معك فوق ويقدم لك نصيحة، ليه؟ بتشعر مكانتك أنت عالية. كذلك ولي الأمر لابد أنه إذا كانت مكانته عالية ما بيتم نصيحته من كل من هب ودب. نصيحة ولاة الأمور بتكون من العلماء الربانيين. الله سبحانه وتعالى يقول فإن جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا غليلا. دي نقطة. نقطة ثانية، أنت كل مرة بتقول لي يا أخي دينك ده وما بتجيب حاجة جديدة. يا أخي بارك الله فيك، الدين مكتمل ما في حاجة جديدة. هنا 114 سورة في القرآن ديل أنا بحاربك بين وبحارب بين أي خارجي، ما في حاجة غيرين. ولا حديث أهين كتب السنة الموجودة دي، يا هل بنحاربك بها أنت وبنحارب بها كل مجرم في نهاية المطاف. يعني أنا حاط بعدين جديد الليلة حاجيب حديث جديدة على مقاسك أنت. ما هي الدين يا هو الدين القديم، كل مرة بتقول لي كلامك مكرر كلامك مكرر. يعني أنت داري أجيب لك دين جديد؟ دارنا نبتدع آيات أقول لك ده قرآن جديد ونزل علي؟ دارنا أجيب على آخر من هذه النقطة؟ ثلاث دقائق احنا قلنا دقيقتين ودخلت ثلاثة. هذه النقطة. طيب خلوا الشيخ، هذه النقطة بس النقطة، خلوا الشيخ أدوني 30 ثانية يا أخي بارك الله. خلوا الشيخ تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو إلى نهاية الآيات يا أخي بارك الله فيك، الدين مكتمل ثاني دين جديد. يا هنا 114 صورة ديل، انت دارنا انا اجيب لك دين جديد حتى اجاهدك فيه؟ كل ما اصعد معاك يا هين بنفس الحديث بتاع الطاعة ولاة الامور، 125 حديث التي انت تنكرها ونحن نغرها، وكذلك ايات الطاعة التي نزلت في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول، والى نهاية الايات. وكذلك الاحاديث في ذلك كثيرة جدا، وحتى اشوف النبي قال اذا الحاكم جاب معصيه خلاص شيخ خالد خطبه ثانيه، هذه خطبه حديث بدايه المداخله جايه، بدايه المداخله جايه بتتشعب. لا شيخ خالد اسمعني بس 5 ثواني راح اخليك تقول اسمعني. طيب انت الان لو قلت الحديث انا عندي 10 نقاط لازم ارد عليه، 3 دقائق ما تكفيني، خلها في المداخله الجايه يقول بدي 5 بدي 5 دقائق. يلا تفضل. حديث عدي النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن من ولي عليه واليا فرآه يأتي من معصية الله، يعني عصى الله عديه كده، وده النبي قال ألا إن من ولي عليه واليا فرآه يأتي من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال تكره المعصية وما تنزع يدا من طاعة، يعني مع ذلك تسمع وتطع. يلا بارك الله فيك تفضل. طيب جزاك الله خير، سوي ميوت. طيب شوف حبيبي الغالي، احنا لما نقول لك جيب شيء جديد اللي هي تناقضات جديدة، اشكل علينا بإشكالات جديدة، انت اشكالاتك اللي جيبها كلها فاسدة. هذا انا كان قصدي، انا مو قصدي انك لا تجيب لي القرآن والسنة، لا هي هو احنا نستدل عليك بالقرآن والسنة، هو دستورنا القرآن والسنة، حلو؟ لكن انت يا شيخ خالد تروح جيب لي ذو الخويصرة وتحطه زي صالح حمامة اللي قال للنبي اعدل، أقول لك جيب شيء جديد. هذا خطأ، أفهمك أنه هذا خطأ، ما يصير تستدل فيه فجيب استدلال ثاني، جيب أدلة ثانية، هذه استدلالات خاطئة بينت لك إياها 10 مرات ولسه ترجع تكررها. أقول لك النصيحة غير والإنكار المنكر غير، ترجع تقول لي النصيحة. شوفوا يا إخواني شوفوا، يقول لي الشافعي جاب قول الشافعي اللي هو من نصح أخاه سرا
انا بتكلم عن نصيحه، فهمني شيخ خالد، فهمني، انت راح تجنني. انا اتكلم عن النهي عن المنكر، ما اتكلم عن النصيحه. ولا ورجع يقول لي يجيب لي اقوال الشافعي في النصيحه، ما اتكلم في النصيحه شيخ خالد فوق. انا اقول لك هذا يجيب اشياء جديده، اشياء جديده يعني اشكالات جديده، استدلالات جديده. طيب نرد الان على الردود العلميه اللي قالها كولا ونبين تناقضاتها واحده بواحده. يوم سالته قلت له محمد بن زايد وحمدتي، ها يوم قلت له محمد بن زايد وحمدتي، قال ما تبين شيء الى الان، ما تبين. ورب البيت اهل السودان كلهم يعرفون ان محمد بن زايد هو اللي دعم حمدتي، وشفنا الدبابات للصناعات الاماراتيه، وشفنا الاسلحه والمواد الغذائيه اللي تجي لقوات حمدتي من الامارات، وبادله روحوا تويتر وابحثوا عنها وتلاقوها.